السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين صحفي تحقيقات. ده حال الشبورة المائية دلوقتي الساعة 7:30 على كوبري الدائري. زي ما انتم شايفين الرؤية تكاد تكون منعدمة. يعني يا ريت كل اللي سايق يعمل الانتظار عشان يظهر. زي ما انتم شايفين العربية جاية من الضبابة اهو الكثيف. زي ما انتم شايفين ده حال الشبورة المائية الساعة 7:30 الصبح صباح يوم الجمعة. بصوا العربيات جاية مش باينة ازاي.